جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واضحة وملموسة، ونحن في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل بروح الفريق الواحد للوصول لأهداف الأجندة العالمية بحلول عام 2030 بإذن الله تعالى، ونتبادل التجارب الناجحة والممارسات المبتكرة. وجودي اليوم في بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائي الرائع مع فريق عمل الأعمال العامة للجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار حرص المركز للإطلاع على تجارب الدول الخليجية وعرض رؤية المركز لتحقيق إنجازات أكبر على المستويات الوطنية والعالمية بإذن الله تعالى. أهني وأبارك اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات على إطلاق الكتاب السنوي لعام 2017 تحت عنوان التميز في التنفيذ، والذي يرصد بصورة سنوية الإنجازات لتحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.